السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الباك اند والاي بي اي باستخدام نود جي اس. والنهاردة مرحلة جديدة وليفل جديد من السيستم بتاعنا هو ليفل الاكسبريس دوت جي اس، فخليكم معنا. في البداية كده بحب اهني الناس اللي مكملين معايا الكورس لحد دلوقتي واقول لهم ان انتوا وصلتوا لمرحلة جيدة جدا جدا من فهم النود جي اس، ويعني الطريق دلوقتي اصبح ممهد ليكم ان احنا نبدأ نعمل تطبيقات كاملة، بس لسه شوية يعني نتعلم حاجة شوية، ربط قواعد بيانات، ربط بي بي اي. لسه احنا دلوقتي في المرحلة التانية من الكورس وهي مرحلة تعلم النود جي اس، سوري الاكسبريس دوت جي اس. تعالوا نفهم ايه هو الاكسبريس دوت جي اس قبل ما نبدا ان احنا نستخدمه في التطبيقات بتاعنا او في الكورس بتاعنا. مبدئيا في موقع اسمه اكسبريس جي اس دوت كوم، ده الموقع اللي فيه التطبيق بتاع النود جي اس، ماشي. وايه هو النود جي اس اساسا اللي معمول له موقع لوحده كده، سوري الاكسبريس دوت جي اس معمول له موقع لوحده كده، ده واحد من اهم المكتبات اللي بتشتغل مع نود جي اس، واحد من الباكجز الكبيره جدا اللي معموله عشان تسهل لك الدنيا، هتساعدك في تحسين البرفورمانس للتطبيق بتاعك بشكل كبير جدا، وكمان هتساعدك في كتابه اكواد اقل وتحل لك مشاكل كتير. لو كان النود جي اس، لو كان قصدي الاكسبريس جي اس مش موجود، كنت هتبقى عندك مشكله فيها بشكل كبير جدا، ماشي. الاكسبريس جي اس مكتبة من ساعة ما بدأوا تطويرها يعني بصراحة لاقت استحسان مطورين النود جي اس حول العالم، وتقريبا كده مفيش بروجكت هتكتب فيه نود جي اس مش هتستخدم اكسبريس جي اس. ويعني بالتأكيد لما تروح تحضر انترفيو في مكان ومثلا المكان ده عاوز نود ديفلوبر، فهتيجي تقول لهم انا عارف نود، انا شغال نود وعارف كل النود، بس هتبقى انت مش عارف الاكسبريس جي اس، فساعتها هم مش يعني مش هيتقبلوك، لان الاكسبريس جي اس غالبا هتلاقي معظم البروجكتس اللي عندهم في المكان شغالين بيه، وحتى لو انت فريلانسر فالاكسبريس جي اس مهم جدا ليك عشان يوفر ليك وقت في كتابه اكواد كتيره، زي ما احنا مثلا عشان نحل مشكله الحلقه اللي فاتت قعدنا كتبنا كود كتير جدا، بينما باكسبريس جي اس هتشوف ان الموضوع اسهل بيه كتير وبمراحل كبيره. طبعا لان اي حاجه تخدمنا في توفير الاكواد هنبدا ان احنا نستخدمها عشان تساعدنا في ان احنا تدينا مساحه للاكواد الثانيه واللوجيك بتاعنا نبدا نعتمد عليه ونبدا ان احنا نطوره بشكل اكبر، لوجيك طبعا البرمجه اللي احنا شغالين بيه للتطبيق بتاعنا. اكسبريس جي اس طبعا مش هتلاقيه بلت ان في النود، هو لازم تعمل له انستول، وطريقه الانستول بتاعه ثابته عن طريق انك تكتب npm install express داش داش سيف في التيرمينال بتاعك، وينزل الاكسبريس اديشن سوري الاكسبريس في التطبيق بتاعك. لو انت عاوز معلومات عنه هتلاقي في الجايد هنا كالعاده، وهتلاقي بقى كلام كتير بقى عن الراوتينج والباسز والحاجات بتاعته الداتا بتاعته، هتلاقي فيه يعني هو بص هو ما فيهوش رغي كتير، بس هتلاقي المواضيع اسهل يعني لما لو عاوز تقراها كلها من هنا، والميثودز اللي بنستخدمها معاه، فهتلاقي ان الموضوع سهل جدا في استخدامك الاكسبريس دوت جي اس، ماشي. طبعا دوت للناس اللي عاوزة انها تزود معلوماتها في الاكسبريس. طبعا الداتابيز انتجريشن مع اكسبريس دوت جي اس هتبقى ممتازه جدا، وعشان كده انا مأجل الكلام عن الاتصال بالداتابيز لحد ما نعدي المرحله اللي هنشرح فيها الاساسيات بتاعه الاكسبريس جي اس، ماشي. وتعالوا ناخد نبذه كده بسيطه عنه، هو عباره عن ايه؟ زي الرسم ده كده موضح، انت مثلا في كلاينتس كلها بتعمل ريكويستس لتطبيق معين او لاي بي اي معين، ماشي. فالاكسبريس اديشن اهوت الاكسبريس جي اس اللي شغال طبعا تحت النود جي اس، ماشي، هو اللي هياخد الداتا دي كلها ويبدا يعمل لها بروسيس
بالاكواد بتاعته، انت بس مجرد هتكتب اكواد جافا سكريبت عشان تربط الحاجات اللي انت عايزها البيزنس لوجيك بتاعها بتاعك باللاير اللي ما اللي هتبدا تستخدم فيها اكسبريس جي اس، ماشي. وبعد كده الاكسبريس جي اس هو هيحول الاكواد دي الاكواد مكتوبه بنود جي اس، ونود جي اس هيبدا ان هو ايه يتعامل مع الداتابيز او مع الاذر ريسورسز الاخرى اللي في التطبيق ايه بتاعك. يعني اعتقد كده النود جي اس بقى واضح، سوري الاكسبريس جي اس فكرته بقت واضحه معانا. تعالوا نعمل انستول بقى للاكسبريس جي اس عندنا، ونقول ان هو نكتب ان بي ام وبعد كده انستول، وهنا بعد كده اكس بريس و داش داش سيف، ماشي. يبقى ان بي ام، ماشي. طبعا نود بروجكت النود باكج مانجر احنا اتكلمنا عنه كتير، ماشي. وبعد كده هنعمل انستول، بعد كده اكسبريس و سيف، وبعد كده هنضغط انتر. يعني هو مساحته ممكن تبقى كبيره الى حد ما بحاجه بسيطه، بس مش هتاخد وقت لو انت الانترنت عندك كويس، وهتنزل ايه بسرعه ما تقلقش. يعني كده تمام نزلت، عشان نتاكد انها نزلت نروح الباكجز دوت جيسون، فاكرينها طبعا، هتلاقوها موجوده في الديبندنسز اهوت اكسبريس فيرجن 4.18.1. كده اصبح الاكسبريس اديشن او الاكسوري الاكسبريس دوت جي اس جاهز للاستخدام مع التطبيقات ايه بتاعتنا. طبعا احنا بنستخدم 4، لو رجعنا للسايت تاني هنلاقي ان 4 دوت هو النسخه الستيبل، والخمسه دي بيتا يعني نسخه تجريبيه لسه، مما يعني انها لسه تحت التستنج، ولسه المجتمع الكوميونتي الخاص باكسبريس جي اس لسه ما قالش انها بقت خلاص لونج تايم سبورت، على عكس الاربعه اي فيرجن طبعا في الاربعه هي خلاص بقت لونج تايم سبورت وتقدر تعتمد عليها في الشغل بتاعك. ممكن بعد الفيديو دوت تلاقي الخمسه بقت هي خلاص النسخه الاساسيه، وبقى في دلوقتي بيتا 6، فما تستغربش ما تخضش، لان في ناس دايما بتابعين الكورسات عندي لما بيلاقوا فيرجن غير الفيرجن اللي انا بتكلم فيها بيحصل شك كده، والناس تبدا تقلق وتقول ايه ده يا عم انت، ده انت قايل لنا ننزل فيرجن 4 ليه في فيرجن 5. لا الموضوع مش وحش، يعني انت لو لقيت الفيرجن 5 هي الستيبل نزل الفيرجن 5 بدون اي مشاكل. انا ساعه تسجيل الفيديو دوت كانت النسخه الستيبل اللي موجوده هي 4، عشان كده انا هعتمد عليها وهبدا استخدمها في السيستم ايه بتاعنا، ماشي. انا عملت لها انستول واصبحت جاهزه في التطبيق بتاعنا، وجاهزه ان احنا نبدا ان شاء الله على بركه الله من الحلقه الجايه نبدا حلقات عمليه نتكلم فيها عن الاكسبريس دوت جي اس. اعتقد ان احنا وصلنا للحلقه 30 في الكورس بتاعنا، سعيد جدا بالكلام اللي الناس بتكتبوا لي في الكورس، وانا متشكر جدا لكل واحد قال كلمه طيبه، ويعني يا رب كده اشوفكم كلكم ناجحين وحققتم احلامكم بانكم تبقوا مطورين في المستقبل وتستخدموا بيئه عمل نود جي اس واكسبريس جي اس وتبقوا بروفيشنال في المجال ده، سواء انتوا هتشتغلوا فريلانسنج او هتشتغل في شركه او حتى هتعمل ستارت اب بشركتك الخاصه بيك، فانت النود جي اس هيساعدك كتير جدا صدقني في المشوار بتاعك دوت. مش باقي على الكورس كتير، يعني حوالي 20 حلقه او زياده شويه، ممكن ما اعتقدش اقل، بس يعني انا بحاول ادي معلومات على قد ما اقدر في كل حلقه بنعملها، عشان الناس اللي دايما بتسال عدد الحلقات اللي فاضل قد ايه ما تقلقوش، احنا ماشيين بوتيره جيده، وان شاء الله يعني نخلص الكورس ونحتفل سوا، وهيبقى في كورس تاني ليفل تاني، هيبقى في مشاريع بقى هنكتب مشاريع كامله مع بعض ان شاء الله. في النهايه يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع سيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، بتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.